هسيبكم مع تقرير عن برنامج يمكن الناس اللي اتولدت في الثمانينات والتسعينات هيعرفوه كويس قوي وهيقدروا ان هم يسترجعوا الذكريات، برنامج 80 في 90 وتغطية من لميس سلامة. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حتة. ايه الذكريات دي بس؟ فاكرين؟ فاكرين يا ولاد جيل 80 في 90؟ بالذمة مين ما اشتراش بلوفر عمرو دياب ولا ربى شنبه وضرب بنك في شعره؟ ده جيلنا، ودي حاجات كلنا لسه فاكرينها. دي وسالي وكيرو وحسين قرروا عن طريق برنامج ولاد 80 في 90 على اليوتيوب يقلبوا كده في ماضينا ويرجعونا يجي 20 سنة لورا بس بطريقتهم. كل ذكرياتنا في 98، يعني احنا مثلا تربينا مثلا على فوزير عمو فؤاد، كان يعني كانت فوزير وحلوه وجميله وفي نفس الوقت كانت بتدينا معلومه. ذكرياتي فضايح يعني، مثلا في فلافيلو لما تاه مثلا قعدت اعيط مثلا كتير، يعني طلع عيني واكتئبت وكنت مستني الحلقه الثانيه عشان اشوف فلافيلو هيرجع ولا لا. كان في حلقه من ماما نجوى، هي عشان طبعا مذيعه جامده ومش عارف ايه، فكانت بتسال سؤال فانا كنت طفل بريء صغير كده، فقالت اللي هيجاوب على السؤال ده مش عارف ايه هنعمل له هديه ومش عارف الكلام ده. فهي قالت السؤال فانا جاوبت، رفعت ايدي وجاوبت، قالت ايه ده في طفل هناك اهو. فانا افتكرت ان هي شافتني بجد، يعني عشان انا كنت فاكر ان هم جوه التلفزيون زمان. كل واحد مننا زي غاندي، الاعلانات والاغاني والمسلسلات دي مرتبطه معاه بذكريات، في اي قعده صفا بينا بنقعد نفتكرها مع بعض. في الفترة دي كان الولاد مثلا يعني بيعملوا حاجات غريبة كانت بتقرقني جدا. مبدئيا الشنب الغريب اللي هو بتاع اعدادي ده، تافه كده كان شكله وحش قوي. شعرهم كان عادة يحبوا يجيبوه على جنب، مش فاهمة ليه، يعني احنا كده رجعنا عارفة يعني 20 سنة. مثلا لو حد بقى فيهم بقى يعني عارفة اللي هو بقى جامد فبيطول شعره ويقوم مستشواره موقفه كده على فوق، برضو مش فاهمة ليه. عم بس يطول يقول لا. بالنسبة للبنات بقى شراب الكلون طبعا اللي كان بيبقى دايما واقع كده حالته صعبة مأساة. تسريحة الشعر هما تفرتين او ديل حصان، لو في بقى حاجة بقى خطوبة او فرح او في بقى احداث ساعتها بقى ماما ممكن تخليني اروح للكوافير واعمل شعري بقى، وبرده يتعمل بقى زي سيمون مثلا او حنان او لطيفه. يعني انا كده بقى بصي في اسعد لحظات حياتي. كيرو هو العقل المدبر للفكره دي، جمع كل ما هو 80 في 90 وفكرنا بماضي عايش معانا ومكمل سنين. لما اتفرجت على الحاجات دي وانا كبير مثلا في حاجات وقفتني، زي مثلا فتره الترنجات المطربين اللي كانت موضه عندهم في سنتين كده تقريبا، اللي هو من 88 ل 90 هي الفتره دي، مين اللي حصل حاجات كتير قوي بموضه الترنجات. من الحاجات برضو اللي كانت وقفتني وكابتن ماجد، يعني كابتن ماجد وقفني كتير لاني تلات ارباع الجيل ده عاش كابتن ماجد وهو بيستنى كابتن ماجد يجيب جون في تلات اربع حلقات. بامكانيات سريعه وقليله الفكره بقت برنامج على اليوتيوب، لا حاجه عطلتهم ولا حسين الصراحه اثر في الدفع. موضوع مثلا الديكور، ما كانش معانا ارت دايركتور، فاحنا اللي عملنا الديكور، جت فكره كده ونفذناها قبل ما ننزل نصور بساعتين. يعني تفتكروا بعد سنين هنقول على موضه السيلفي دي ياه دي كانت جيل الالفيه؟ لمس سلامه، برنامج مصر الجديده مع معتز دمرداش.